نستمر مشاهدينا في متابعة قصة الفتاة السعودية رهف والتي أصبحت تعرف باسم فتاة تايلاند، وهناك هاشتاج بهذا الاسم من الأكثر تداولا على مواقع التواصل. الجديد أن أبو الفتاة وصل تايلاند، والقصة في أصلها مشكلة عائلية. رهف قدمت من مطار الكويت إلى مطار العاصمة التايلندية بانكوك يوم السبت الماضي هاربة من عائلتها كما تقول في حسابها على تويتر. والدها وصل لبانكوك لكن غير واضح إن كان يحاول إقناع ابنته بالعودة أم أنه يلجأ للقانون التايلندي والسلطات التايلندية. قالت إنها لن تجبر الفتاة على مقابلة والدها إن هي رفضت. الفتاة غردت على تويتر أنها استعادت جواز سفرها من السلطات التايلندية، وهي مستمرة في تحديث حسابها على تويتر بكل ما يستجد معها. وكانت رهف قالت أنها تعرضت لعنف جسدي ونفسي من قبل عائلتها، وأنها حاولت التوجه إلى أستراليا بتأشيرة سياحية، وهو الأمر الذي أجبر أستراليا على التدخل في القضية، خاصة بعد الاهتمام الكبير بها على مواقع التواصل ووسائل الإعلام. أستراليا بدورها لم تؤكد أو تنفي فيما إذا كانت الفتاة بالفعل لديها تأشيرة لدخول البلاد، بينما أفادت مصادر إعلامية أن أستراليا ألغت تأشيرتها بعد علمها بنيتها طلب اللجوء. الذي نعرفه أن السلطات التايلندية قالت أن الفتاة لا تملك حجز فندق وليس معها تذكرة عودة، وهو ما يخالف قوانين الدخول للبلاد. مسؤول أسترالي صرح بأن بلاده ستدرس بعناية طلب رهف اللجوء لها، والتي تبلغ من العمر 18 عاماً، ولكن ذلك بعد انتهاء إجراءات مفوضية اللاجئين. وبدوره أكد رئيس مصلحة الهجرة التايلندية ما ذكرته رهف في تغريدتها بأن والدها بالفعل قد وصل إلى بانكوك وطلب لقاء ابنته. كما التقت الحكومة التايلندية بمسؤولين في ممثلية السعودية ببانكوك الذين أكدوا أنها قضية عائلية بالدرجة الأولى. وكانت ممثلية السعودية قد أصدرت بيانا نفت فيه اتهامات رهف، التي أفادت بأنها طلبت ترحيل رهف أو صادرت جواز سفرها، معتبرة القضية شأنا عائليا ولكنه يحوز على عنايتها واهتمامها. السلطات التايلندية أكدت أن إجراءاتها تأتي ضمن ممارستها لسيادتها ووفق أنظمتها المحلية تجاه كل الزوار والسائحين.